قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. قال إيش يعني هذا الكلام؟ أعيد، قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى الدنيا فيها مراتب في التقوى وفي الصلاح وفي الفساد، كل شيء له مراتب، فالأبرار مرتبة عالية، المقربون أعلى منهم، فالذي في نظر البر من البشر هو حسنة، في نظر المقرب الذي هو أعلى من درجة هذا سيئة. هذا الكلام ليس بحديث وهو غير صحيح ولا تجوز روايته.